وخمس إجابات من سما الدولية. والنتيجة مدرسة الشهيد عودة عندكم 12 إجابة. فيهم حاجة غلط؟ ممكن اثنين. فيهم اثنين غلط، مين؟ ممدوح فرج وممدوح كفر. 10 إجابات صحيحة ب 30 نقطة، وبكده مدرسة الشهيد عودة 105. أما مدرسة سما الدولية كان عندكم كم إجابة؟ خمسة. كم واحدة غلط؟ ولا واحدة. يا على الثقة، يا سلام. صح، بلاش نتنفس. الخمسة بكام؟ الخمسة بكام؟ 15. 124,000 مبروك. ألف مبروك مدرسة سما الدولية، وصولهم لدور ال 16. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 229 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه، بما يساوي 458,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 7,554,000 من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. النهاردة مدرسة الشهيد عودة.